بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا جزيلا. تنشكر الناس اللي تخليوا تعليقات زوينة في حقي، تنقول لهم شكرا جزيلا. بحول الله وقوته غادي نحط واحد الوصفة خاصة بالبنات اللي عندهم مشاكل في العوارض، والناس اللي عندهم المس، والناس اللي عندهم ثقل في الجسد، والناس اللي عندهم ما تيسيبوش الراحة في حتى حاجة، والناس اللي تخاصموا بزاف وديما عندهم المشاكل، وديما عندهم المشاكل مع الناس، ما مقبولينش مع الناس، عندهم عارض يسبب لهم المشاكل ويسبب لهم يسبب لهم الخصاب مع الناس. تيشوفوه الناس ولكن غير مرغوب فيه، ديما هو غير مقبول. مشى لأي بلاصة يتضاربوا معاه الناس، مشى مع خوتو يتضاربوا معاه الناس، كأي بلاصة مشى تيتضاربوا معاه الناس، لأنه عنده عارض يسبب له المشاكل. يبغي يعزلوه على الناس، يبغي أنه يكون معزول عن الناس باش يستغلو ويستغل هذاك الشخص ويخليه غير مرغوب، باش يبقى يتساءل مع نفسه، شكون انا وعلاش انا، وكاين اللي تؤدي بها الى انتحار، وكاين اللي تؤدي بها الى مساوئ الشر. مهم الانسان اللي في هذا النوع ما تيدير الثقه في حد، وما تيبغي حد، وعنده تيزين لهذاك الشيطان ديالو، تيزين ليه هو احسن واحد، وتيكون هو ديما معزول عن الناس. إنسان إلا كان معزول عن الناس، صعيب الحال أنه يبقى منفرد مع نفسه. إذا الناس اللي عندهم هاد العوارض يحاولوا أنهم يجروا على رؤوسهم، ويحاولوا أنهم يعرفوا يعرف الإنسان أنه عنده مشاكل نفسية ومشاكل صحية. هاد العارض تيدير مشاكل نفسية وتيدير مشاكل صحية وتيدير مشاكل مع الأشخاص، أي شخص أنه تسبب ليه في مشاكل. أما النساء اللي حطوا لي في التعليق، واحد السيدة قالت لي عندي مشاكل مع الناس كاملين، وما تيبغيني اتحد وما تيكرهني اتحد، تنقول لك لا، العوارض اللي عندنا تسبوا لنا في المشاكل وتخليونا منبودين، باش هذاك الشيطان يسبب لك في الضيق الصدر، ويسبب لك في تضييق الخاطر، ويخليك انك ديما بوحدك ومعزولة عن الناس. انسان من تتعزل عن الناس يولي انه تيحس براسو انه ديما انه مقلق، وديما حتى حاجة ما عنده فيها الراحة. اذا الراحة والطاقة الإيجابية، ديما تنقول لكم الطاقة الإيجابية تنجيبوها لنفوسنا، حنا اللي تنريحوا نفوسنا، وحنا اللي تنكونوا، ولو يكون شيطان الحسد أو شيطان المس أو شيطان أي شيطان، غادي نتغلبوا عليه بقراءة القرآن واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، بالتسبيح وبالصدقة وبالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو اللي غادي يرفع الضر. والحمد لله والشكر لله، الإنسان تصاب الوقت اللي الإنسان تيتصاب خاصو يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه والله هو اللي حاس بينا، هو اللي عارف فين عندنا الخير. الخير عندنا في القرآن، الخير في القرآن. إذن نحاول أنني التجأ إلى القرآن، ونحاول نحارب هذاك الشيطان اللي تسبب لي في ضيق الصدر وضيق تخسر لي الصورة ديالي مع الناس. ولو تكوني تباني زوينة، أنه يخسر لك الصورة شخصيتك مع الناس، لأنه هو هذاك هو الغرض، لأنه هو دخل بغرض التشويه الجسد، أو دخل بغرض السحر، لأن السحر هو اللي تيكون هذاك الشيطان باش
الوقت يدخل على طريق السحر تيولي يستغل الذات، هو هو تيولي عنده غرض بالجسد يتمتع به ويأثر عليه كما هو، بحال تيليكوموند تيحركو كيما بغا. ولكن حنا باش غادي نحاولوا اننا هذاك الغضب الشيطاني اللي تيكون عندنا تيخسرنا مع الناس، نحاول نحارب القرين ديالي عندي في الجسد ديالي، القرين اللي انه مسبب ليا بزاف الحوايج، قرين الغضب، قرين السحر، تكون عليه شيطان. نحاول انني التجأ الى سورة القاف، نقراها بكثرة سورة القاف، لان بغيت نهدي هذاك القرين الى طريق الصواب، نهديه بانه يلتجأ هو ويولي يعرف هو ان الله هو الغفور الرحيم. نحاول نتصنتوا القرآن بزاف، ونحاول نتصنتوا للرقية الشرعية، لأن الرقية الشرعية هي اللي غادي تهنيك من بزاف العوارض. نتصنت لها بزاف بزاف، نتصنت لها، وإن شاء الله بحول الله وقوته نحاول انني ندير واحد البرنامج علاجي باش انني نولي عندي عادي في الليل نقرا، في الصباح نقرا، ولو نكون في العمل انني نتواصل مع الله، نقرا القران، قراءه القران، الصباح نقرا ايه الكرسي 7 المرات والفاتحه 7 المرات، وانا غاده الى العمل ديالي باش ندير واحد البروتيج، ندير حجاب كامل باش انني ولو نكون مع الاشخاص، نكون مع شي شخص ويبغي يتجبد لي الصداع، نحاول انني نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول انا المشكل فيا انا، ماشي في المشكل في الناس، انا اللي عندي السحر مأثر عليا على الجسد ديالي، ومأثر لي على الوجه ديالي، تنبان بواحد الصورة غير زوينة، درجة انك تبدي تسألي انك اشنو المشكل عندي انا، وعلاش ما تيبغونيش الناس، وعلاش انني علاش ان انني في هاد الحاله وفي هاد الحياه هكا. انا تنهضر معكم لان الهضره احسن من انني نعطيكم وصفه ونعطيكم علامات باش انكم تعرفوا وتشوفوا نفوسكم واش كاينين هاد العلامات عندكم. غادي نخدم بهاد الوصفه ان شاء الله بحول الله وقوته، نحاول ناخذ كاس الماء ونوضع فيه اوراق السدر، 7 ورقات السدر. ورقه السدر وضع الله سبحانه وتعالى فيها واحد الخصوصيه في طرد العوارض، اي جن ما تيبغيش ورق السدر. أوراق السدر معروفة للرقية الشرعية، والرقاة كلهم تخدموا بها لأنها جيدة في تطهير البدن، وهي مطحونة أو هذا. إذا الماء إذا كان بغينا نشربه أو نرقيه به الجسد ديالنا، ناخدو 7 الورقات ديال أوراق السدر، غنوريهم لكم. ورق ماشي ورق الغار لأنهم تيتشابهوا، ولكن هذو أوراق ورق السدر. ورق السدر هاهما 7 ورقات. الناس اللي عندهم حجر يدقوهم، هاهما 7 ورقات ديال، هاهما نقربهم لكم الى ورق السدر، ماشي ورق الغار، ورق الغار كبير على هذا شويه، نحاول ندقهم بحجره ونوضعهم في كاس الماء، ولكن انا نكتفي بهكا هكا بين ندير لهم هكا بين يدي هكا، ونوضعهم في الماء. اذا الناس اللي عندهم الفسخ الوسخي، الناس اللي عندهم الفسخ الوسخي يكون اسود ام ابيض، ها هو نوضع حبه حمص صغيره جدا، نوضعها في الماء، نوضع حبه حمص صغيره جدا بحال هذه، انا نوضعها بحال هكا، نوضعها في الماء، نوضعها في الماء قد هكا، هيا حبة حمص نوضعها في الماء. الناس اللي عندهم هذاك المشكل ديال تشويه الجمال او تشويه الوجه، او الناس اللي عندهم
الناس اللي عندهم مشاكل مع الناس، والناس اللي تيتخاصموا بزاف وتينوضوا الصداع بزاف، وديما عندهم مشاكل في اي بلاصه مشاو عندهم مشاكل، اي بلاصه هما منبوذين وما عندهمش الخاطر مع حتى حاجه، لانهم ما عندهم شيطان اللي يحركهم اللي يجعلهم خايبين في نظر الناس. هو هذاك هو الهدف ديالو، في هذاك هو الهدف ديالو انه يخسر الوجه. العياذ بالله، كاينين الصحراء وكاينين اللي تيديروا للناس هذا. حنا في هذه العواشر غنحطوا هذه الوصفه باش نكونوا ايجابيين ان شاء الله. نحطوا حبه حمص ديال الفاسوخ وسبع حب سبع ورقات اوراق السدر، غنقراو عليهم الفاتحه الكتاب 7 مرات ونفت نفت على الماء 7 مرات. الفاتحة الكتاب غنوضعها 7 المرات ونقرأ هذه الآية ديال الآية من سورة البقرة، الآية 102، الآية 102، ونقرأ من سورة البقرة الآية 152 إلى 169. هذه الآيات من سورة البقرة، نقرأ الفاتحة 7 المرات ونقرأ هذو مرة واحدة مرة واحدة. الآية من سورة البقرة 102، والآية من سورة البقرة 152 إلى 169. نحاول نقرأ على هذا الماء ونفت على هذا الماء، ولكن ماذا أفعل بهذا الماء؟ ماذا أفعل به؟ أحاول نديرو في هذه العواشر او اي وقت، اي وقت. القران ما عندوش وقت، ولكن انا حطيته لكم باش يتفسخ لكم السحر من العام الى العام. نحاول هذا نشرب منه، أتحاولي انك تقرايه بالليل ويبقى يترقد الى الصباح. ونحاول هذه الكميه نديرها في قنينه، نديرها في قنينه بحال هذه، نديرها في قنينه بحال هذه، قنينه كبيره بحال هذه، ونشرب منها مدة 3 أيام وندوز على الجسد ديالي وعلى الوجه ديالي، المر على الوجه ديالي، لأن أنا عندي الغراض بالوجه ديالي والجسد ديالي. ونشرب قليل منه، إلى لقيتي ماء زمزم فيه خير وبركة إن شاء الله نضيفه إلى الماء ونشرب منه. الفاسوخ إذا كانت المرأة حاملة ما تشربوش، لأن تيوضعوا لي أسئلة على حسب أن المرأة الحامل لا تغامر بجنينها، لا تغامر بجنينها أرجوكم. تتبخير لا ما تبخروش، حاولوا أنكم تداوموا على 7 حبات ديال التمر عجوة صباحا. المرأة الحامل تقرأ عليهم الفاتحة، كل طمرة تقرأ عليها الفاتحة الكتاب، وتشرب ماء زمزم مقرئ عليه سورة الفاتحة فقط لا غير. تدهن البطن ديالها بزيت الزيتون مقرئ عليها الفاتحة الكتاب. إلا بغات تضيف إليه في الفجل فيها خير وبركة. إذا نحاول هذا الماء نشرب منه ونهداك. هذا الورق السدر والفاسوخ في يوم غيلا كملت غادي ناخذه ونحطه على فحم ونتبخر به، لانه مقري عليه قراءه القران فقط. اذا اليوم ديروا هذه الوصفه، وانا متاكده بانكم تكونوا ان شاء الله بالخير والرباح، وتنطلب الشفاء لكل واحد، وتنطلب الله سبحانه وتعالى كل من هو مسلم يكون في هذا الشهر الكريم يكون يزرع الخير ويزرع الطيب ويزرع الكلمة الطيبة، لأن كل شيء فاني وكل شيء غادي يمشي عند الله. إذا تبقى الخير وتبقى البركة وتبقى الكلام الطيب. إذا الحمد لله بالقرآن، والحمد لله بأي حاجة خلق الله سبحانه وتعالى. ما بقى لي أحبابي غير نقول لكم دعموني وفعلوا الجرس وتأبوناو، خليوا لي لايك، بارتاجوا هاد الفيديوهات باش تعم الفائدة على الجميع، و خليوا لي كلام حلو بحالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.